رح أروح إلى موضوعنا التالي مشاهدينا. مضت 3 أشهر تقريبا على تفشي فيروس كورونا في العالم، مئات الآلاف من الإصابات والوفيات في كل دول العالم تقريبا. الخطر الأبرز والحديث الشاغل طوال هذه المدة للعالم أجمع، فحيثما وقفت وحيثما سمعت تسمع كورونا كورونا ولا شيء آخر. ولكن ألم يحن الوقت لهذا العالم المتحضر المتطور المليء بالتكنولوجيا ليجد دواء لهذا الكورونا؟ ألا يشفع التطور العلمي الهائل الذي وصلت إليه البشرية لأن يجد علاج؟ الأنباء التي تتحدث عن إنتاج عقار لعلاج الكورونا كثيرة، ولكن معظمها ما زال في طور التجربة ولا شيء معتمد حتى اللحظة. ولكن لحظة، في سوريا التي يتفشى فيها الفيروس كغيرها من الدول يبدو أن ثمة علاج. شركة دوائية تدعى عيسى فارما، شركة حديثة نسبيا يقع مقرها في مدينة اللاذقية الساحلية، وبدأت إنتاج الأدوية في عام 2016 كما تقول في صفحتها على الفيسبوك. طبعا لأنه موقع مسكر دخلنا إلى موقعها الرسمي لكن مغلق. من جديد هذه الشركة أعلنت عن إنتاج أول دواء للكورونا، واحتفلت بهذا الإنجاز عبر منشور نشرته في صفحتها في فيسبوك. يقول المنشور الذي نشرته عيسى فارما، هذا هو المنشور: تتشرف شركة عيسى فارما للصناعات الدوائية بأن تكون أول شركة وطنية قامت بترخيص وإنتاج مستحضر فيرا كوين 200 المكون من هيدروكسيكلوكورين سلفات، وذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة السورية كدواء ضمن البروتوكول المعتمد في معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بالإضافة إلى اعتماده من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ووزارة الصحة الفرنسية. والتزاما منا بمسؤولياتنا ووفاء لوطننا الغالي، قامت شركة عيسى فارما بتوريد الدفعة الأولى من مستحضر فيراكوين 200 إلى وزارة الصحة. كمالة طبعا المنشور الذي نشرته عيسى فارما، وكما قالت ستقوم الشركة بوضع كامل الكمية التي سيتم إنتاجها من المستحضر تحت تصرف وزارة الصحة وبشكل مجاني. الخبر حقق صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت وسائل الإعلام الموالية للنظام بالاحتفال بهذا الإنجاز ونشر الخبر بكثافة على مواقعها ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. سبق أن أطلق في أكثر من مرة خبر عن وجود علاج للكورونا في سوريا وغيرها من الدول، ولكن هذه المرة أكد الخبر نقيب الصيادلة في اللاذقية الدكتور محمود شبار، كما قالت صحيفة الوطن التابعة للنظام أو المقربة للنظام، الذي أشار إلى أن أول دفعة من إنتاج شركة عيسى فارما قد استلمتها وزارة الصحة، والوجبة الثانية من الدواء قيد التصنيع الآن بعد أن وصلت المواد الأولية اللازمة للتصنيع، وسيقوم معملان وطنيان آخران بحسب شبار بإنتاج الدواء نفسه المعتمد كبروتوكول علاج لدى وزارة الصحة. ولكن كيف يمكن أن يوجد علاج لفيروس كورونا المنتشر في كل العالم ولا تضج به وسائل الإعلام العالمية؟ يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن قبل رصد ردود الفعل دعونا نتمعن قليلا في الخبر. الخبر يتحدث عن مادة هيدروكسي كلوروكين، وسبق أن تحدث الإعلام في وقت سابق عن هذه المادة واحتمال فعاليتها وربما في علاج الكورونا، ولأن عيسى فارما قالت إن الدواء معتمد من هيئة الغذاء والعقاقير الأمريكية FDA. ذهبنا إلى موقع FDA، وهذا الخبر في 7 أبريل نيسان قبل أيام، يعني يقول: فوسفات الكلوروكين وكبريتات الهيدروكسين كلوكورين هي غير معتمدة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير لمعالجة كوفيد-19. لقد تمت الموافقة على بعض إصدارات فوسفات الكلوروكين من قبل إدارة الأغذية FDA لاستخدامات أخرى كمؤشرات للوقاية والهجمات الحادية لسلالات معينة من الملاريا وللعلاج من داء الأميبات خارج الأمعاء، ولكن منتج دواء فوسفات الكلوروكين المغطى بهذه الرسالة لم تتم الموافقة عليه. تمت الموافقة على العديد من إصدارات سلفات هيدروكسيكلوروكين من قبل FDA للوقاية من الملاريا وعلاج الذئبة الحمامية وعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي. لقد تمت دراسة ملف تعريف سلامة هذه الأدوية من أجل إدارة الغذاء والدواء المعتمدة وليس كوفيد-19. هذا طبعا من موقع FDA الأمريكي، موقع الغذاء والدواء الأمريكي. وبنفس النتيجة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي المعروف بCDC أيضا نشر شيئا مشابها عن هذه المادة. هذا هو باللغة الإنجليزية موجود في الموقع. دعونا نأخذ بعض التعليقات والردود الفعل التي جاءت على إعلان
اكتشاف دواء للكورونا. سأبدأ من أول هذه التعليقات من رحاب، تقول دكتورة لبنانية مقيمة بإسبانيا، تقول إن مشاركة هذا الدواء مع إيستروميسين يسبب أزمة قلبية للمريض، وهذا الأمر لوحظ في بروتوكول العلاج المتبع في إسبانيا. ما مدى صحة هذا الكلام يا ترى؟ تتساءل رحاب. أيضا من التعليقات غفران تقول طيب لو صح الحكي ما كان زاعوا الخبر على التلفزيون. أيضا من التعليقات إياد يقول يا أخي هذا الحكي انحكى بالصين وانعطى هذا الدواء بالصين بأول ما بلش المرض، بس ما جاب نتيجة وما سمعت هذا الحكي على أي قناة سورية ولا حتى على الراديو. الآن تسمعه يا إياد. أيضا تعليق أخير لوسام يقول إن شاء الله نتمنى يلاقوا دواء، بس كل يوم تطلع دولة بتقول لقت العلاج، بدنا الدواء يتم اكتشافه عنا. سينضم إلي الآن الدكتور نائل حريري وهو طبيب سوري مقيم في فرنسا. يسعد مساك دكتور نائل، هل صحيح تم اعتماد هيدروكسيكلوروكين المادة الأساسية التي صنعت منها عيسى فارما هذا الدواء، هل صحيح تم اعتماده من قبل وزارة الصحة الفرنسية؟ مرحبا عابد. الحقيقة أنه الدواء ما يزال عليه جدل كتير كبير، لكن لحد هذه اللحظة ما في أي إعلان لا من فرنسا ولا من أمريكا ولا أي دولة في العالم حول اعتماده كعلاج رسمي للكوفيد 19. طيب هذه المادة بالأساس هيدروكسي كلوروكين من أجل ماذا تستخدم بشكل عام؟ هيدروكسي كلوروكين هو دواء قديم جدا، هو بالأساس هو مضاد للملاريا، هو أحد الأدوية الخط الأول أو الرئيسي في علاج الملاريا. الدواء معروف من زمان كتير وفي له استخدامات تانية كخط من خطوط علاج الأمراض المناعية مثل الذئبة الحمامية والتهاب المفاصل الريانية، لكن الآن مثل ما بكل العالم في كتير تجارب عم تصير على أدوية نعرفها سابقا أو موجودة سابقا باستطبابات مختلفة، وعم نحاول هلأ نرجع نعمل تجارب لنشوف إذا كانت بتعطي نتيجة ضد مرض كوفيد 19. مو بس الهيدروكسيكلوروكين، كان في كتير تجارب حتى على اعتبار أنه هو فيروس، فتم تجربة تقريبا كل مضادات الفيروسات، كل أدوية الإيدز، كل أدوية التهاب الكبد سي، كل أدوية التهاب الكبد بي. تقريبا أغلب المضادات الفيروسات ومضادات الطفيليات انعمل عليها تجارب، لكن ما تزال تجارب بعينات بسيطة مؤشراتها لسه ما لا تكفي للتأكيد هذه النتائج. طيب دكتور نائل، يعني ما الذي يدفع وزارة الصحة في النظام للقول أو للبت أو الجزم بأن هذا الدواء هو علاج للكورونا في الوقت الذي فيه مراكز الأبحاث العالمية والجهات الصحية العالمية تقول بأن هذه المادة أو أي دواء مستخلص من هذه المادة ما يزال في طور التجربة؟ من بين كل الأدوية اللي تمت عليها التجارب صار في جدل كبير حول تحديدا الهيدروكسيكلوروكين او بالاصح حتى مشاركه الهيدروكسيكلوروكين مع الازيثروميسين. هذا الجدل كان سببه بشكل اساسي احد علماء الوبائيات الموجود في مارسي في فرنسا، ديدييه راولت، اللي قام بتجربه كان لها صدى معين بين بالاوساط هون الاوساط العلميه، وادعى انه النتائج كانت كثير جيده لكن العينه كانت 20 مريض فكانت ما انا كافيه ابدا للتاكيد. مع ذلك في فرنسا هناك الكثير من الأطباء ومن العاملين في المجال الصحي الذين أرسلوا رسائل مناشدات إلى الرئيس الفرنسي وإلى وزارة الصحة الفرنسية مطالبين باعتماد هذا العلاج، وكانوا عم يقولوا أنه تأخر علينا الوقت ويجب أن لا يستمر الناس بالموت ونرجو منكم اعتماد هذا الدواء. لكن مع ذلك أكثر من مرة صرحت وزارة الصحة الفرنسية أن هذا الدواء ليس بعد معتمداً، ليس هناك دراسة تؤكد نجاعة هذا العلاج، رغم أنها في مرحلة من المراحل في بداية هذا الشهر أعلنت أنها تسمح باستخدامه لدى الحالات الحرجة والحالات الطارئة وفقط كجزء من توسيع الدراسة نحو معرفة إذن يعني غير معتمد من وزارة الصحة الفرنسية كما تقول عيسى فارما وكل وسائل إعلام النظام حاليا، ليس معتمد من وزارة الصحة الفرنسية وأيضا غير معتمد من الـ FDA الأمريكية. تماما، الـ FDA ووزارة الصحة الفرنسية التنتين أقروا بأنه نتيجة الظروف الاستثنائية حاليا ونتيجة ارتفاع أعداد الوفيات وأعداد الإصابات يمكن تقدير ذلك من قبل الفريق الصحي المعالج إذا شافوا أنه الحالة طارئة، لأنه دائماً نحن بنحاول نكون الفائدة أكثر من الضرر
يكون طيب. في موازنة لما يكون طيب. فايدة يعني أكثر من الضرر بنعطيه. يعني تداركنا الوقت دكتور نائل، أخيرا يعني ما هي الأخطار يعني المحتملة لاستخدام هذه المادة على مصابي كورونا أو غير مصابي كورونا، يعني في غير وقتها أو في غير مكانها، ما هي الأخطار المحتملة؟ هلا من الجيد انه بعض الدول عم تحاول انه هي تاخذ تعمل عندها ستوك او تعمل مخزون من هذا الدواء تحسبا لاستخدامه لاحقا، لكن من الضروره التذكير بشغلتين مهمات اساسيات. اولا الهيدروكسيكلوروكين، وخصوصا اذا استخدم مع الازيترومايسين، الاثنين في عندهم اثار جانبيه قلبيه مهمه. يعني اذا كان شخص عنده مشاكل قلبيه ممكن انه هو يؤدي الى مشاكل قلبيه شديده، ممكن ان هي تؤدي الى الوفاه، فالمريض ممكن يتوفى بنتيجه العلاج مو نتيجه المرض. لذلك هناك الكثير من التحفظ على استخدامه، وهناك مشافي توقفت عن استخدامه بعد عده حوادث قلبيه للمرضى. ثاني شيء كمان الناس اللي بتخاف منه والحكومات عم تخاف منه، انه الناس تتوجه للسيلف ميديكيشن او لمعالجه نفسها بنفسها دون الرجوع الى راي طبيب مختص، وهي مشكله ممكن نلاحظها اكثر بسوريا كون ما في هي الرقابه على الادويه، ممكن اي حدا يروح. طبعا وهذه يمكن ان تطبق يعني ايضا في العديد من الامراض ليس فقط في حاله كورونا. بدي اتشكرك كثير، كنت معي الدكتور نائل حريري طبيب سوري مقيم في فرنسا، شكرا كثير للمعلومات اللي اعطيتنا اياها. اهلا.